فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولذلك ما يسمى اليوم بتشهير الحمقى الذي ساعد فيه أن العقلاء فتحوا أبصارهم عليهم، صاروا يتابعون هؤلاء الحمقى فصاروا حمقى مشاهير، وهؤلاء الذين يتابعونهم هم أتباع الحمقى، وإلا فالذي يحفظ نفسه لا يتابع مثل هؤلاء ولا يكثر سوادهم، بل يحفظ نفسه وقلبه وعقله وولده وأهل بيته من متابعة هؤلاء، لئلا يخرج السفهاء الذين تابعهم عبر شاشة جواله من الجوال فيجدهم في نفسه أو في أهل بيته، وهو الذي جنى على نفسه أولا. لكن لو حفظهم وتابعهم وبين أن هؤلاء يفعلون أفعالا مشينة، وإن ضحك منها الناس لكن لا ينبغي متابعتها لئلا تورث بالنظر إليها فساد القلب بانطباع هذه الصورة واستساغتها فيه.